شهد ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان استعراض قوات امن الحج المشاركه في تنفيذ الخطه العامه لموسم الحج هذا العام وتضمن العرض العسكري تدريبات على التعامل مع اي حاله ارهابيه والتصدي لاي حاله امنيه طارئه وقد شاركت في العرض العسكري وحدات من القوات الخاصه وقوات الامن العام من جانبه اكد امير منطقه مكه المكرمه الامير خالد الفيصل جاهزيه كافه الجهات المعنيه بخدمه حجاج بيت الله الحرام للقيام بدورها على اكمل وجه في حج هذا العام ليكون متميزا بالامن والاستقرار. واضاف الفيصل ان رجالات الدوله بقياده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مجندون لراحه ضيوف الرحمن لينعموا بتاديه نسكهم وشعائرهم براحه وخشوع واطمئنان.